المخابرات الحربية سابقا. صباح الخير سيادة اللواء. صباح الخير يا فندم. يعني شرح إذا أمكن عما يدور في سيناء الآن، وإذا كان في معلومات لديكم عن الوضع. هو الوضع اللي احنا عارفينه كلنا أن ما يحدث في سيناء هي معركة أكبر من كل المعارك التي تدور على مدن وادي النيل، لأن في هدف لدول أكبر وأجهزة مخابرات على أعلى مستوى عايزين هذه المنطقة من سيناء كما خططوا لها أن تكون هي الوطن البديل للفلسطينيين، أي تحل القضية الفلسطينية على حساب أرض مصر، وهذا ما يرفضه كل مصري وكل عربي وكل فلسطيني صادق في الحفاظ على أرضه. اللي بيحصل النهاردة في سيناء زي ما بنقول أبنائنا القوات المسلحة في هذه المنطقة تتصدى بصدورها لهؤلاء الإرهابيين لكي لا تصل هذه النيران إلى صدور المصريين. اللي من تحليلنا اللي بيحصل النهاردة واللي بيحصل للأسف في سيناء بتتكرر، لأن احنا دائما قواتنا قدامها مشكلة إن هي بتتحسب دائما في أي تعامل مع الإرهابيين، وخاصة إن هم بيتخذوا من السكان المحليين سكان هذه المناطق بروع بشرية لهم، ومن هنا عشان من كترسي خسائر القدس من وقعش أي خسائر في المدنيين بيبقى استهداف الإرهابيين في عمليات جراحية في منتهى الدقة. واللي بيعملوه للأسف إن هم نفس الأشكال بتاع البدو اللي رايحين جايين بنفس اللبس بنفس الزي بنفس السيارات، وفجأة تجد هذه الأشكال بهذه النوعية انقلبوا إلى إرهابيين وبيهاجمونا باستخدام خفيف. طب سيادة اللواء، يعني حضرتك بتقول إن هم بنفس الزي ونفس الهيئة والكينونة، لكن ألا يسري التفتيش على الكل سواسية وفي الكمائن ونقاط الارتكاز الأمني على الكل، فبالتالي اقدر ان انا استخرج منهم من هو ارهابي ويحمل سلاح ومن لا يحمل سلاح او من اشتبه به؟ انت تتكلمي عن ارض مفتوحه 360 درجه من جميع الاتجاهات، صحراء. هناك كمين، هو يستهدف الكمين قبل ان يصل الى الكمين، لا ينتظر ان يصل الى الكمين لكي يفتت، انما هو بيظهر من الصحراء من اتجاهات مختلفه وبيبدا بالهجوم. عربية مفخخة أول ما بيحس إن خلاص بقى في المرمى وهيتفجر بيفجر نفسه بيفجر العربية، أو في رشاشات على مدار بتبتدي تشتبك من بعد، أو إذا كان معاه هاونات اللي هي الخفيفة اللي بيستخدمها أيضا من مسافات أبعد نسبيا. كل هذا تحت ظل الخداع في إنهم جزء من السكان المحليين لكي لا يستهدفوا، ده اللي بينجحهم في إنهم ممكن يصلوا ممكن يفاجئوا قواتنا في توقيتات كما أي. حدث. طب سؤال اخر سيادة اللواء، المشكله ولكن احنا عارفين ان الارهاب في هذه المنطقه هنقول نفسه اطول، واحنا نفسنا اطول مليون مره ان شاء الله. احنا اصحاب الحق، احنا اللي بندافع عن ارضنا ومش هنفرط في ذره رمل فيها ان شاء الله. النهارده ان شاء الله رب العالمين بنقول لقواتنا المسلحه بتعمل باستمرار، لا تعمل برد الفعل، في خطط وفي عمليات بتتطور باستمرار، وان شاء الله متوقع ان طبقا للمعلومات اللي لدى هذه القياده في المنطقه هيكون في اعمال يعني اكثر حث واكثر نقول شراسه في مواجهه هذه العمليه، لان المنطقه دي بالكامل اتوقع ان يتم تمشيطها شبر شبر لكي يتم القضاء على كل من فيها من ارهابيين. هي المنطقه محصوره كلها في منطقه الشمال المحور الساحلي من رفح لحد العريش، هتحتاج مجهود أكبر.